أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن نحو 36 ألف طفل مهاجر، من بينهم 14 ألفا من دون مرافق، هم بحاجة إلى مساعدة في ليبيا التي تعد نقطة انتظار رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ومنظمة الهجرة الدولية في بيان مشترك إن الأطفال يشكلون 9% من عدد المهاجرين الموجودين في ليبيا، والبالغ عددهم نحو 400 ألف شخص.